قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أهل الطوائف الثلاث التخييل والتأويل والتجهيل يعتبرون كفارا خارجون عن الملة أم فيهم تفصيل؟ سبق لكم غير مرة قلنا المتعمدون لمخالفة الحق هؤلاء كفار، أما المقلدون هؤلاء يضللون ولا يكفرون. فرق بين المقلد وبين غير المقلد. كذلك المتأول غير الذي يتعمد المخالفة فيعذر بتأويله. المتأول والمقلد لا يكفرون، بل يقال إنهم ضلال. أما المتمرد اللي يعرف الحق وأبى أن ورفضه فهذا يكفر. نعم.